Does not display the HTML tag, but use them to return
how to display that structure. كلنا نعلم أن الأشياء كبيرة ونعلم هذه الأشياء كلها خلاص. واضح شباب؟ طيب بعدها راح يجيك اللي هو إديتور. تكلمنا عن الإديتور، ممكن تستخدم أي إديتور، أي تكست إديتور راح يرفع معك كلمة باد أو تكست إديتور، وكله موضوع سهل. لكن هو يقول لك أنه ممكن أن تستخدم أشياء ثانية مثل دوت بلس بلس، أو ممكن يكون على أشياء على الويب زي تشوفها أنت في الجرافيكس زي كذا زي ممكن على الويب. طيب بدي نبدأ في البيسكس. البيسك هذا اسمه كيف عندك بيسك، ودي أقول لك شوف البيسك وكيس إنه يعني كنتاجات هذه طبعا نفس اللي أنتم ما فيها شيء جديد، نفس هنا بيعطيك بعض التاجات بشكل جدا بسيط HTML paragraph بشكل جدا سريع يعني. اللينك A image M تبي تشوف عبارة بس تعطى كابتشر جدا سريع يعني بس كبيسك. لكن بعدين قدام هنا راح يطلع لك كل شيء لحاله. مثلا مثال ما نصور لكم الإلمنت وهذه مش عارف وش نتكلم عنها بعدين راح بسرعة خطر. إلمنت هي تاجات، إلمنت هي تاجات اشرح لك هي تاجات بشكل مرة ثانية. اوكي ما في شيء إلمنت هي تاجات بشكل عام. الاتربيوتس احنا ناخذها كل تاج مع الاتربيوتس حقتها. طيب مثلا اخذنا من الاتربيوتس اللي اخذناها شوفوا هذا شباب اللينك حق اللينك. ولو تلاحظون ان كل شيء صرنا ناخذه مع لكم الاتربيوتس دفعه واحده، لا اعطيكم كل الاتربيوت مع بس ان هذا خير راح تحصلها كلها موجوده في صفحه واحده اس ار سي حق اللينك سورس. طيب في عندنا اشياء ثانيه مثل ايش؟ وذ ويب تو هاي استخدمناها في المنيو صح؟ اوت فيديو اوت هذا حق عنوان الصوره، كل صوره وين ما طلعت تطلع ايش؟ ناس عنوان بدال ناس بديل. ستايل طبعا هذا ستايل حتى بعدين، لكن فكرته هو تحط اكواد السي اس اس داخل ستايل. اوكي لانجوج هو اللي يحدد اللغه. من اي شيء احنا ما اخذنا ما توقع عندك مو كثيرين هم مو كثيرين شوي، لكن ركز على اللي احنا نتكلم عنه بشكل مستمر. بعدين هنا نبدا بالتاجات بشكل مفصل، كل تاج مفصل. الهيدنج اللي هو ايش؟ اجمالي تذكرونه صح؟ اجمالي ايش؟ اكسس. باراجراف البي 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 مع البي صح؟ نفس الشيء. البي بس انا احفظ التنسيق والبي ما يحفظ التنسيق. بشكل سريع على خاطر اني برضه نسيت شيء بديت اتلخبط بين العمل والنظر. طيب البي معروف صح بالراف ما يهتم بعمليه ايش؟ تنسيق تنسيق المكتب كله بس يحط لك يحصل لك كيف كيف تحطه؟ واحد بعدين عشان كذا طبعا عندنا شيء اسمه تشار، سوي تشار سطر جديد هو اللي مثلا سطر افقي سوي سطر قاعد المفروض تكون معي بس شخص واحد شارك معي صار معك خليته معي ولا لا طيب تشار سطر سطر يدي فهمت ولا من ضمن البي. طيب الحين نتكلم لك عن طبعا هذا هو البي والبي اخر. طيب البي هذه مثلا المشكله ان البي ما يتعامل مع تنسيقات ولا سطور جديده، لكن هنا في عندنا شيء اسمه شباب تري البري اوكي البري طيب البري نفس البي بالضبط، لكن شوف فكرته شباب حساسة جدا انت تنسيق الفكره بيطلع نفسه يعني لو حطيت الحين هنا اكثر من انت راح يتعامل مع كل واحده. اول اوريكم اللي اول بس ما راح يتعامل مع الفولت ايش؟ الفولت لا ما في مكان شوف لاحظ كذا شوف كيف حطهم كلهم يساوي ايش؟ سطر واحد حتى لو رسيم يعني حتى لو جاب هنا سطر واحد لا تنسى
ما راح يطلع ولا حتى المسافة ما راح يتعاون. كل شيء يأخذ منه إيش حبة واحدة يتعامل معها على نص نص. واضح شباب اللي هو اللي بيش الفرق بينهم هذا الفرق بينهم. طيب أنا فكرة ما يستخدمونها كثير البي ولا البي ما يستخدمونها البي يستخدمونها كثير البي ما يستخدمونها لأن إحنا مدة نفس بطريقة أخرى مختلفة بس بس يس بس. طيب هذا هو الجراف ثماتين ما توقع أن ثماتين معكم راح تروح إلى CSS. وإذا تكلم عنه بشكل سريع ممكن تكون مختصرة إلى ذلك المدرب ومتصفحات تكلم عنه بشكل سريع يعني شباب تلقاءات ممكن تلصق إلى الناس مع أن تلقاءات هو يحلق المعنى الحديثة في إنشاء المواقع ما يستخدمونها يستخدمون CSS. لكن دائما هو مجتمعنا هنا بأخذ المجتمع أوكي؟ عندك كيف عندك ممكن تسوي نص بولد تمام ممكن تسوي اتلك مثل ما هي ممكن تسوي عفوا شو اسمه لور اوكي okay. يسمونها سم سكريبت او اوك سكريبت اوكي okay. فعندك تقريبا كم واحده اثنتين ثلاث اربع كم كثير زين مثلا البول ممكن تختار بول بي او سترونج ايش راح اسوي لك؟ خليك النص ايش؟ عادي عادي شوف شكل النص بدون شوف كيف شكل النص طبعا هنا في فكره عندنا انك تجي تدمج تاكات مع بعض يعني كم تاكل انت مع بعض؟ اثنين بي مع بي اوكي فواحد راح يسوي لك بول يقول بي وواحد بي راح يسوي لك ربع طيب هل ممكن حتى زيادة معاهم؟ ممكن نضيف مثلا الماي ممكن تحط كم واحدة ماي مثلا ما تخلي النص كامل أو مثلا هذا البي ما تكون تبدأ من هنا مثلا نأخذ من هذا الكون على آخر كلمة بوم كلمة بوم هي الكون دي ها شو صار؟ بس البوم واحد مسافة بشكل فهي عبارة عن تركيب وإذا تركب التاك فيه راح يبدأ تركيبه طيب شوف معي بعد هنا شيء ثاني. سؤال إيش؟ سؤال. طبعاً. بوه. فأنا حتى الهند بعد. حتى وين؟ الهند. كمل. أهيد. لو بحط تاج. إتشوان. أتوقع لا. معي. لأن إتشوان وإتش. لا ممكن جرب. ممكن لكن إتشوان ليلك ست هي بي فوق راحي. مزوج أصلاً. معمولها ما قبل تستخدمها. الوقت هم عنوين يعني مش ربع عنوين حق النصوص اللي أنت من هالنص بشكل يعني إضافي هنا مثلاً هذا البول فكرة بس حرف البي عندك سترونج طبعاً نفس الفكرة سترونج هو يعني نفس بالضبط نفس فكرة البول تماماً ما في أي ما في فرق بينهم طيب عندك الآي تبغى ماي أو بي إم أوكي بشكل سريع يعني من طبقة شو يصير في النص يمين ممكن يكون جزء من النص مثلاً إيش مثلاً خل حط كلمة إذن هي راح تكون راح أغير حتى كلمة حتى نهاية التاج خلينا بس على إز فقط شوف هذا لاحظ إز هي فقط صار غير الباقي كلام صار ممكن مش كل شيء ثاني نعم ممكن مثلا شو بدك هنا بي كيف طريقة ترى ممكن إني أسوي زي كذا ممكن تسوي كذا يكون قبل الله يعني ممكن تسوي بشكل هذا ما عندي مشكلة لكن هذا الشيء يسمونه طبعا نان وايب ما تسوي كثير صار تطلع لك أخطاء في الموقع تبدأ تلخبط ليش تبدأ تلخبط لأنك ما
مثلا يكون في فتاة من قبل رخص هاي اثنين سهلين لكن لما يكون أشياء كثيرة ومنها سي اس اس راح تبدأ تضيع. لذلك خليك فرضا تكون في مثل الرياضيات لما تفتح الأقواس إلى داخل يبالي اللي برا واللي برا واللي برا وهكذا. لا قفل تاج أو دور اللي تفتح تاج وقفله برا بعد ما تدخل التاج اللي أقوى منه شو بتصير لك بطاقة؟ هذا المول سمول صح يسوي سمول يا شباب صغرها خلي النص صغير واسفل اسفل يعني مثلا بس تكون واضحه عندكم راح احط سمول اريد اعطي سمول الله يستر النص نفس الكلام تبداها وتصغر لي النص اللي هي سيميلر سمولر تكست تكمل سمولر تكست اصغر. فقول لي ليش استخدمه؟ قلت لك في بعض الحالات جدا يستخدمه، أغلب يستخدم السيس، لكن المعلومات عموما لا تقارن. مارك يكون بالشكل هذا، كان يكتب لنا هذا هايلايت، اوكي؟ مارك كيف أحدد؟ هذا من ضمن الأشياء اللي ممكن تحتاجها. أرجع لكم مرة ثانية طبعا أنا وأنا أشرحها ولا مو بعد فيني وأنا أشرحها من أن خلاص استغنينا عنهم بال بالسيس استغنانا. دل من الأشياء اللي تحط مثلا الكلام غيرت رأيك فيه بس أنت من نوع كثير من المواقع يسمونها مواقع أخبارية من نوع الإصلاحية اللي عندهم اللي يكتب كلام ويعدل عليه ما يحذفه شو يسوي؟ يسوي لي حرف شو خط في النص؟ حط خط على النص بحيث انك تعرف انه ترى غيرت هذه لكن ترى كان وراي كذا تغير. كثير مواقع خاصه الاخباريه لما يصير فيها ابديت ويصير تحديث الخبر يتطلب معلومات اكثر يكون في اشياء غلط حط عليها خط. واضحه الفكره؟ بالشكل هذا فاسمه دل يناسبه قلت لكم ممكن تحطها في اي مكان راح يتغير الموقع تماما. علامة التنصيص مثلا عند النص تطلع لعملية تنصيص أو تبين كأنه مقتبس يصير بشكل مختلف. لو في كلام ساحة ثاني يكون بعد نوع من التنسيقات يعني لو حاطين معنا الفوكر وان هذا تريد تحط معاه أضرار سايتيشن سايت تدور منين جاي البنت الماستر أو يفيد أكثر شيء بكتاب المقالات في كيو حق شورت قبل لكم يعني أشياء بسيطة لكن أكثر شيء أحسن إحنا في اللغة العربية بنحاول على السايتيشن بشكل كبير ودي أقل من المهم كومنت الأشياء المهمة أعتقد كومنت في عمل في
سهل هذا فوس تعدد ناقص ناقص بدل حتى كمل أي شيء هنا ما راح يغلط ولا مصطفى ما راح يغلط ولا راح أصلاً يغلط ولا راح يغلط ليش كيف تسكر ناقص ناقص سكر هذا اللي يهمني في عمليات بدل الكومنت تعليم لا يبقون الناس تكون وين شنو هذه اللي تقول لك واحدة حال موقع تسوي موقعك يكون فهي اللي يبقون تكون وين عند الواد في التاب واحدة هنا يكون ما عندك ما تسوي شو يطلع لك فاضي كل أرضية وفاضي على حسب المتصفح هي حلوة حلوة يكون عندك مثلا موقعك بشكل هذا شو كيف يكون يكون نظري لا ما اتذكر حقيقي بس لينك طيب ايه ايه خلنا انت تقول ايه معي نظري ما نظري لا بنظري النظر ما شرح نظري لا العمل 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 اخر شيء اللي سويناه في العمل لا لا توي العمل خلصنا كل شيء العمل احنا خلصنا حتى فوق صح العمل سواء كان جد ولو تمت حد الجد ولا ما في شيء سويناه خذت فوق تقدر تفوق كلها لازم تجربوه صح طيب خلونا نأخذ ليك طبعا شوفوا أنا أكتشف أعطيكم المعلومات حتى جوها ويبدأ تطبيق موضوع تطبيق 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 مع نفس مع على نفسك كذا طيب هيك نتكلم نأخذ موضوع كيف تكتب المقال في البداية أنت تحتاج إذا تكتب عناوين صح؟ فأخذ تايب إيش؟ إيش؟ بعدين قلنا وياك نكتب فقرات مكتبة بي البي طيب؟ بعدين قلنا نأخذ الليست خذ الليست البوردر ليست وأعطنا الليست كلها خاطئة وياك صح؟ ليست بعدين قلنا أنه ممكن أنك تحتاج أنك تنتقل من صفحة لصفحة طبعاً هذا شيء موجود في الوورد بطريقة معينة يعني لكن عندنا في الاستريم اول صفحات التابلت مبنيه اساسا على الروابط مبنيه على ايش؟ روابط وصفحه كلها مليانه روابط فانت تعرف كيف تسوي الروابط من التاجات جدا سهله كيف؟ هي من التاجات اللي لها ستارت تاج ولها اند تاج تمام؟ وفي فاليو ياخذ فاليو ياخذ فاليو في الوسط بين التاجين ياخذ فاليو هذه الفاليو هي راح تنعرض للمستخدم سواء الفاليو نص أو صورة أو ممكن تحط أي شيء مكان الفاليو هذه راح يتنعرض عليها إيش زر يعني ممكن تحط جدول داخل A بيصير الجدول كله زر بس متصفح مشيها لك لأنها هي أساسا ما مش مدعوة ولكن متصفح مشيها طيب
وعندي أيضا من الأشياء المهمة جدا في تاج الـ A عشان يتحول إلى لينك لا تحط له الـ HREF. أوكي؟ أيضا الفايلز. تمام؟ لازم تحط الـ HREF علشان يبدأ يتحول إلى رام. بعدين الـ HREF داخل إيش؟ داخل إيش؟ يونت. إذا كان الموقع برا موقعك برا السيرفر حقك فتقدر تحط العنوان كامل من الـ HTTP. من الـ HTTP. أما إذا كانت الصفحة أو الشيء بتروح له موجود في نفس المجلد وفي نفس السيرفر تقدر تحط العنوان المختصر. طيب شو الفرق بين العنوان الطويل والعنوان المختصر؟ هذا خارجي هذا داخلي. زين يعني زي ما تشوفون هنا مثلا هل واضح العنوان اللي يكون هذا ولا ما واضح؟ 3w3.com شوف العنوان هذا شوف هنا عندك الصفحة هذه اللينك تابعة لأي صفحة؟ HTML. HTML. فلو أنت كنت في صفحة HTML بتحط صفحة ثانية فمباشرة بتحط سلاش وصف الصفحة. إذا كانت صفحتين جنب بعض نفس المجلد بدك تحط اسم الصفحة فقط. تحط اسم الصفحة. إذا كانت مجلد داخل تحط اسم المجلد سلاش اسم الصفحة. طيب بعدها برضه إذا كانت خلف يعني مثلا أنت في مجلد ترجع للخلف تحط نقطة دوت دوت بعدين نقطتين سلاش سلاش بعدين اسم الصفحة راح اسوي باك باكورد يرجع ورا واحدة تروح شغل الصفحة ترجع أكثر من مرة تحط نقطتين سلاش نقطتين سلاش كل مرة بترجع بترجع يعني بترجع ليبل أوكي تبدأ تحط نقطتين لأنه ما توقع أن شرح تكلم لكن هذا راح تفيدنا كثير في عملية لأن الأيام الجاية لما تعامل مع الصور تعامل مع الـ CSS راح تحتاج بشكل كبير. شوف كيف مثلا هنا ايش حاط لك؟ سطر الصور هذا مش شايفه يعني. شوف هنا حاط لك نوعين قال لك ان هذه صفحة كاملة اوكي توصل لها بالشكل هذا او انه ممكن تكون صفحة داخل مجلد نفس اللي اتفتح فيه صفحة الحالية واضح؟ هذا بيكون صفحة داخل صفحة أخرى بالشكل هذا. يحتاج اسم مجلد بالسلاش بعدين اسم صفحة الصفحة. ما ازداد هذا كل الروابط تكون مع مدلات. طيب في عندنا شيء اسمه تارجت. أظن اسمه تارجت. إيه. في اتربيوت في خاصية اسمها تارجت ممكن تنضاف بالإضافة إلى الـ HRF. بس احنا ما استخدمنا كثير بس بعض الأحيان تحتاج تستخدمها. كيف تمكن فتح الصفحة؟ مثلا سيرفر وهذا الديفولت انك تفتح بنفس الصفحه اللي ضغطت عليها الزر كيف يعني؟ يعني مثلا شوف هذه الروابط اللي فوق دي صح؟ شوف ارفع السي اس اس شو بيصير؟ نفس الصفحه فتح لي صح؟ طيب شوف لما يكون مثلا هنا عندي تراي يور سيرفر شو يصير؟ شو يصير فوق؟ فتح صفحه جديده ففي يعني في طريقه تفاعل الروابط معك انت تحددها طبعا هذا اشهر اثنين انك تفتح صفحه او تفتح صفحه مستقله في اشياء ثانيه لكن ما بيطبق لها لانها راح ما اعرف بعض ما اعرف ما بتدعمها في بعض المصادر عندك سيلف هذا الديفولت فما يحتاج تكتبها ما يحتاج تكتب هذا الديفولت اساسا تفتح نفس الصفحه عندك البلانك البلانك هذه تفتح صفحه جديده تفتح كتاب جديد تفتح في الصفحة واضح؟ يكون بالشكل هذا تابع بلانك ايش معك يا بلانك؟ وين راح تفتح فيه؟ صفحة جديدة تمام لو كانت بدون تارجت يفتح ديفولت بيفتح ديفولت في سيرفر تفتح نفس الصفحة هذه طيب كيف تستخدم اللينك على المصورة؟ زي ما قلت لكم مكان الفاليو وين مكان الفاليو؟ الفاليو هو بين التاجين بين الستارت تاج والاند تاج الوصل سميه دائما فاليو مو دائما فاليو بس الاغلب نسميه فاليو يعني مثلا في تاج تيتل
صورة واضح؟
تحدث عن كثير من انواع الصور، اغلب انواع الصور خلينا نقول اغلب انواع الصور تقريبا بدون، وكل صورة لها نوع او لها سبب يستخدمها. نعم طيب، هذا بخصوص الامل. فهل صار عندك الامل؟ خلنا نتكلم. طبعا هذا خلصنا صح من الأول. بس خلصنا. نتكلم عن التيبل. التيبل خلنا نتكلم عنه ونحاول نلخصه في جزئيات بسيطة أو يعني معقدة. التيبل عبارة عن جدول فقير ويتخلل جدول بشكل كبير في صفحات الإنترنت. صح. هذا جدول بشكل كبير صفحات الإنترنت. تقريبا أول صفحة في الإنترنت تحتوي على تيبل بطريقة أو بأخرى. طيب التيبل تكون من عدة تاجات، اوكي؟ خلينا نلخصها في التاجات هذه عشان بس تكون واضحة بالنسبة لي. طيب أول شيء عندك تاج أول واحد، شو الموقف من الأخير؟ شو الموقف الأول؟ في ها تيبل صح الأول من تيبل 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 شو رأيك تيبل؟ جدول. فهذا يحدد لك مكان الجدول، فالجدول لازم أول شيء تحدد له خلينا نقول مكان أو بلوك راح يبدأ يبني فيه الجدول، تمام؟ طبعا الجدول حط بالك إن التاجات موجودة في الجدول حساسة، شو حساسة؟ يعني ما تبغى تحط بينها أشياء، يعني مثلا هو على طول عارف إن بعد التيبل بيجي شيء، شو الشيء بيجي؟ تي آر صح؟ تي آر، لو تحط له أي شيء ثاني غير تي آر وتحط له أي بي ممكن يطلع لك إياها متصفة، لكن تركيبة التركيبة التيبل مش مضبوطة. يحتاج على التعجب أو يحتاج أي شيء في الكونسول حق المصمم. تيبل على طول ذو تركيب حق بعد إيش؟ تي آر. تي آر. التي آر صار حق إيش؟ تيبل رو. تيبل رو اللي هو إيش؟ صف. 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 فالتيبل كيف يبين عندنا في الاستمرار؟ يبين بشكل صفوف، يعني من فوق والنازل تحت. من فوق والناس تحت. مش من يمين يسار ولا يسار يمين، لا من فوق والتحت، تمام؟ فنتلاحظ عندنا هنا تي ار ها صف صف صف، كم صف في التيبل؟ ثلاثة. لو قلت لك عندي تيبل في 10 صفوف كم تي ار؟ واحد ب 10 تي ار، كل واحدة مع ستاف مع التحكم، واضح؟ واضح تمام؟ كلهم قلت لك كم خاف تيبل ما تكتب كلهم 10 صفوف هذه؟ كم تاك تيمو تحتاج؟ 20 تاك تيمو؟ 10 واحد تاك تيمو كل تيمو كلهم تيمو واحد تيمو تاك واحد واضح؟ 10 20 200 اللي هو يكون تيمو. طيب راح تلاحظ ان بعد التي ار راح يجي تاك، بس هنا ممكن يكون اثنين يا ذا يا ذا، ممكن يكون في اتش تي اتش او تي دي تي دي اللي هو كومبوند. أول واحدة راح تكون في إيش معناتها؟ تيبل هل رأس الجدول، وأحيانا تحتاج تحط رأس جدول. طيب وأحيانا ما يكون رأس الجدول هو المميز، وأحيانا إيش يقول؟ العمود الأول المميز صح؟ فممكن تسوي ممكن تحط كل مرة أول واحدة تي إتش تي إتش تي إتش تي إتش الباقي تي دي تي دي. فأنت قدر وين راح تكون الجدول، راح يكون بشكل أفقي فيكون أول صف كله تي اتش، أو راح يكون بشكل عمودي راح يكون أول خلية دائما راح تكون إيش؟ تي اتش. بيجينا مثال طيب التي اتش عبارة عن خلية، نبدأ نتكلم عن خلايا، خلية التي اتش خلية في الصف في الصف الأول، الفاليو حقها هي دائما راح يعرفها المستخدم الفاليو راح تكون قيمة البيت كافية. هذا راح يعرفها. طيب نجي حق التي ار الثاني راح تلاحظ اسمه تي دي تيبل داتا، تيبل داتا وهي عباره عن خليه بشكل هذا. نقول ليش عندنا هذه عندنا هذه؟ بعض الاحيان نحتاج ان ننسق الجدول عن طريق سي اس اس، راح تشوفون بعدين ننسق الجدول عن طريق سي اس اس، نقول له خلاص التي اتش خلها كيف 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 كيف، والتي دي خلها هو راح يعرف شنو التي اتش شنو التي دي، واضح؟ بدل ما نحط ان بدل ما نقول ان هذا راس الجدول، لا هو راح يعرف ان هذا هو راس
أصدر ولو خلايا هذا. أخش بشكل ذلك كيف يكون؟ بالشكل هذا. صحيح إشتاني. إحنا هنا استخدم إيش؟ ستايل. ستايل. اختار استخدم ستايل. إحنا ما استخدم ستايل. إحنا كيعني مبدئياً ما أدري إذا أنتم في العمل استخدمتوا ولا لا. بس أنا الشباب الحين في العمل قلت لهم ما استخدم ستايل. صح؟ ستايل ما استخدمه. بالشكل هذا ستايل ما نبي. فلما تشغل جدول راح يطلع بدون. فعندنا تريبيوت قديمة طبعاً لكن منها يعني تكتب غلط. عندنا الشيء يسمونه بوردر هذا حق قيمه واحد بين مثلا التخصيص واحد هذا بوردر واضح على طول على طول هو نحطه تحت التيبل مباشره تحت التيبل تيج التيبل والله لا فهي هذه كذا عشان كذا الغين وابدا اكتب اشياء بعدين لما اخذ السي اس اس راح تفهم ايش قاعد تكتب. طيب اوكي يساوي حتى ممكن نقول لك هنا لو تبدا تكتب مثلا اي شيء يقول مثلا والله ابي كان اتوقع لي يعمل 100 صفحه بالبداية راح تكون إيش شباب؟ سنتر في الوسط، وسط الجدول راح تكون إيش؟ بولد على إنها إيش شباب؟ حقيقة الجدول، الرأس. الجدول. هذا بس شيء عشان تلاحظونه، شوفوا مقاطعين. طبعًا هي يقول تي في عبارة عن إيش شباب؟ تيبل. داتا. داتا. ستاندرد إكسبورت تيبل داتا. كذا بس تحطونها. لا تكون داخل إيش شباب؟ داخل فيها. نستخدم على الخلية الأولى ناحية الخلية الثانية واضح؟ يعني نجي له هنا طيب هنا شباب الدم صار بينهم مين ومين؟ صار بين روز فراح يستخدم أي واحد نضيف الأوسبان في أول خلية تحت نحذف الزايدين نحذف الزايد طيب زي ما تشوفون هنا كولز باب عشان يجد لي حقة النيم شفتوها فاستخدم كولز باب رقم اثنين شو رقم اثنين يعني خليتين يعني هذا تحسب كم خلية؟ خليتين هذا اثنين هذا ثلاثة المفروض يكون تحت الخلايا كم؟ ثلاثة صح؟ فهذه الفكرة واضح سبب؟ طيب ها
هنشوف الروس باب. الروس باب بالشكل هذا، فهو هي سيندمج عندك، عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة. جاء في الصف الثاني في الرو نمبر 2 حط روس بان 2 في الصف الثالث حذف خلية عشان يصير جدول عدد. لو بيقول لي طيب لو ما حذف شو حيصير؟ بيصير بشكل هذا بشكل كذا. بس هذه هي الجداول. طبعا انت خلية تحط فيها رابط، ممكن تحط داخل الخلية جدول ثاني بس تستخدم تاج تيبل جديد، ممكن تحط داخل الخلية صورة ثانية. ساعتين أو ثلاث ساعات تراجع الفيديو كامل عند منصة صفر، تمشي عليه فيديو فيديو.
اتوقع هذا معك يمكن كل نص ساعه كثير يوم. طيب هنا هنا هم نشوف الفورم ونتكلم عنها بشكل يعني مفصل. الفورم هنا راح يقول لك عن ان هذا فورم ممكن تشوف ممكن تكتب اسم اسمك مثلا تكتب هنا لاست نيم اللي كنت حاط صامت الساعه. اوكي شوف مثال مثلا ممكن تحط مثلا اي اسم عندنا تاج رئيسي اسمه ايش؟ فورم. كل اعراف الفورم راح تكون داخل زي موضوع الجدول زي موضوع الاشتغال زي موضوع حتى اي تاج تكون اقهار داخل او تاجات خاصه باليو او والاو او كلها كل تاجات تكون داخل. طيب الفورم هذا يبدا يحدد لك وين راح تكون في الالمنت او العراصه اللي راح تكون داخل الفورم. هنا مثلا نتكلم لك عن الانبوت. في شيء اسمه عندنا element اسمه انبوت ومنها انواع كثيره ممكن يكون radio ممكن يكون text ممكن يكون radio ممكن يكون checkpoint submit button. اوكي كل واحد من الانواع في عندنا هنا درس خاص بالانبوت. اوكي انبوت تايب في جميع انواع التايب كلها يعني مناسبه وكلها تفيدك في عمليه انشاء الفورم. عندك ايضا شيء يسمونه تكست فيلد هذا يفرق على الانبوت. التكست فيلد راح يكون شيء حجمه ايش؟ كبير لانك قاعد تكتب رساله. اذا شفت هذا التكست عادي شوف كيف التكست فيلد افضل تكست فيلد بعدين تكست اريا افضل لا تكسب تكست اريا. هذا التكست فيلد اللي هو حقل النص بالشكل هذا عندك الليل. تلاحظون يا شباب ان كل يعني عنصر او element او فيلم راح يكون له يا شباب عنوان عشان تعرف انت قاعد تكتب. راح نستخدم عنوان نستخدم تاج اسمه label. هذا من تاجات الفورم. اوكي هذا الليبل تحطه مع الامبوت. مثلا تقول ليبل اثنين فلسطين زي كذا ليبل تعطيه طبعا عندك تستعطي قيمة first name وياخذ شيء اسمه فورم. في عنده attribute اسمه فورم. الفورم هنا تحط النيم النيم حق ايش؟ الانبوت نفسه حق الانبوت نفسه تمام؟ الان لا تفكر في الاي دي. الاي دي حق الجافا سكريبت خليها ركز لي على ايش؟ النيم. النيم هو عبارة عن اسم يكون ما يتكرر عند اي attribute عفوا ما يتكرر عند اي element ثاني. element ثاني مثلا يقول عندك بعد يقول عندك نيم first name في حقل ثاني اسم النيم حقه last name في حقل ثالث النيم حقه age مثلا. ما يصير حقلين هم نفس النيم. ما يكون حقلين هم نفس النيم واضح؟ لان النيم هي لما ترسل قيمه ترسل في متغير اسمه اسم النيم واضح؟ الفور قصدك يعني يكون متغير. لا شفت الانبوت هذه هي الانبوت بس كيف تربط هذه مع هذه؟ كيف نقول ان هذا الفور ما الفور وحط فيها النيم حق الانبوت تربطه معه واضح؟ فالحين هذا الليبل هذا راح يكون خاص بالاف نيم اللي هو هذا وانا دي من النيم وهذا الاول نيم لاست نيم راح يكون لاست نيم. يقول لي طب في اي دي بوك نعم اي دي احيانا كثير نقول نستخدم الاي دي والنيم مع بعض نحط نفس القيمه نحطهم نفس القيمه ليش؟ تسهيل عمليه البرمجه. لكن الاي دي يستخدم في البرمجه حق الجافا سكريبت والنيم يستخدم في اتش تي ام او. النيم عادي احط اي قيمه مش لازم اسم يعني من فوق لا اي غير فوق غير تحت
لو اكتب واحد واحد اوكي مش واحد لا اللي بنص اي نص لو حرف واحد حرف واحد سي واحد اوكي اوكي تمام بسيط اسم برمجه زي ما تحطوا اكس واي في البرمجه بتاعكم اوكي هذا هو الليبل كيف يستخدم الليبل يستخدم الليبل حرف فور حرف اي مال راديو بوتون معروف طبعا راديو بوتون له حاله استثنائيه ليش حاله استثنائيه راديو بوتون شباب شيء يتميز فيه شباب خيارات واحد من عدة خيارات طيب كيف تسوي الشيء هنا الراديو يكسر القاعدة يقول لك إن أنا الإنبوت الراديو لو لاحظوا إن بشكل أوضح هنا مثلا الراديو عندك إنبوت هذا ثلاث دوائر صح شنو هم راديو هنا راح تلاحظ ID مثلين تمام بس تلاحظ النيم شباب النيم واحد شبيه كلهم واحد ليش حطوا كلهم نفس الشبيه؟ عشان تقدر تختار واحد منهم عشان تختار فقط واحد منهم لو كانوا اسماء مختلفه كان يعتبر جروب الحاله وهذا جروب الحاله وهذا جروب الحاله لذلك عندنا هنا الريدي هو الوحيد اللي يكسر قاعده ان النيم يكون متشابه فالمتوقع ما حيقول لك شيء راح يفهم ان الريدي قلت لك اثنين واحد عارف هذا جروب واحد فيقدر يغير او عارف تختار واحد فقط لكن لو تلاحظ هنا الاي دي مختلف فالحين هنا انت شفت هنا الليبل 4 عفوا هنا الليبل 4 مربوطه بالاي بعدين ارجع لكم شباب الفزر يجيب لكم هنا ان الفور مربوطه مع الاي لا صح مربوطه الفور مع الاي كيف عرفت هنا المثال هذا لما صار هنا الاي دي استعمال صار هذا استعمال طيب تشيك بوكس شافك على خيارات هذا يكون في بوكس تختار هذا ممكن تختار اكثر خيار تشيك بوكس اكثر من تشيك بوكس خيار صمت طبعا نفس النظام هنا صار نفس النظام هذا تشيك بوكس انه يكون الفور لا هنا نفس الاي لا اي الفور خلاص نفس الاي دي خلاص الفور يكون مربوط مع الاي الفور حق الليبل يكون مربوط مع الاي دي حق الانبوت طيب وهنا عندك لو تلاحظ النيم كيف صاير شباب؟ واحد بيكون 1 بيكون 1 2 بيكون 3 لا هي واضح؟ متشابهين سبمت هو زر الارسال كل فور ما يكون نزل عشان يرسل البيانات طيب على الاقل كل فور ممكن يكون فيه عنده صمت واضح وكمان مو صمت واضح ممكن يكون صمت في زر الانتر في يكون اذا هو زر صمت مثل ما قلت في كثير من محركات البحث ما يحط لك زر بحث يحط لك ويكون هو الانتر وهيك يكون الصمت اوتوماتيك متغير انت في الحقل اللي يسوي هو ارسال طيب هذا هو الصمت اوكي افكر نيم يستخدم في العملية ارسال البيانات فورم اتريبيوتس هذه جدا مهمة تركزوا فيها شباب عندنا هذا الفورم شو الفورم هذا اللي كان تابع الفورم يكون كل الأرض الداخلة يكون عندي مش مخرجين يكون عندي له اتريبيوتس اتريبيوتس بعضها جدا مهمة اول اتريبيوت عندك اكشن شوف عندك اتريبيوت اسمه اكشن اتريبيوت اسمه تابلت مر علينا ساعه صح؟ لا اللي كان في مكتوب مكتوب صفحه جديده ولا تابلت طيب ميثود عندك ميثود هذا ثلاثه طيب عندك ثلاثه طبعا اوتو كومبليت هذا اربعه راح تصير اربعه طيب ركز معي عشان ما تفهم بينهم الاكشن عديت عبيت الفورم صح؟ وضغطت ارسال. الاكشن يقول لك وين تبي اودي البيانات على اي صفحه اوديها؟ على اي صفحه ارسل البيانات في السيرفر تمام؟ فدائما راح تلاحظ هنا فورم اكشن راح تلاحظ اسم صفحه ثانيه بالعاده تكون صفحه برمجيه يا اي اس بي يا بي اتش بي يا جافا سكريبت او اي صفحه برمجيه بحيث تستلم البيانات تسوي لها ايش؟ معالجه تسوي لها ايش؟ معالجه فالاكشن هي وين راح تروح البيانات؟
وين راح تروح؟ بين الهدف حقها destination ووجهة. واضح؟ بعدين تكون نفس الصفحة، بعدين تقول لك لا تعال بيانات وتصلها على نفسي على نفس الصفحة، راح يكون في فوق كود يقرا البيانات اللي راسها. واضح شباب؟ واضح الاكشن؟ واضح. طيب الاكشن هو راح يكون انه صفحة توصل لها البيانات. طيب التارجت خلينا نعلم ساعة، التارجت كيف راح يفتح يعني بالضبط تصمم؟ هل راح يفتح لك نفس الصفحة يسوي تحديث جسر نفس الصفحة ولا يفتح حمزية يسر عليها؟ تعرف بعض المرات انك تعبي الفورم تضغط ارسال تتحلل عندك الصفحه صح؟ بعض المرات لا تسوي ارسال راح تفتح صفحه جديده وتعامل تسكر صفحات ترجع تبقى اول الفورم في الاول والمكتب موجود. واضح؟ هذا هو التعب. طبعا قلت لك يهمني شنو يهمني؟ البلانك والسيرف. السيرف هو الديفولت مكان هو الديفولت اساسا والبلانك راح تفتح صفحه هي بالعاده 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 لما تفتح نفس صف صف عشان ما يضغطوا صمت ورد 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 اوكي نضيف اكشن هذا اكشن خلص الاكشن خلصنا في تارجت الفورم اوكي خلص التارجت خلصنا الميثود الميثود شباب عندنا طريقتين في الاستاذ الحين هو بيرسم اوكي بيرسم مثلا على نفس الصفحه على الصفحه الجديده وعنده مشكله عندنا ميثود الطريقه عندنا طريقتين في الاستاذ يا تكون بوست او تكون جيت يا بوست يا جيت شوف اكو بوست و جيت جيت هنا عندك جيت جيت راح تشوف البيانات اللي ارسلتها لو كنت شباب في العنوان فوق في اليو ار ال تو يو ار ال فوق راح تشوف البيانات حقتك مثلا مثال مثل هذا جيت هذا يستخدم جيت صح؟ استخدم جيت صح؟ لو ضغط ارسال شوف الرابط صراحه شو انت مكتوب؟ نيم جون ولا ايش؟ هذا البيانات طيب هذا هو جيت الجيت خلينا نشوف شو اسمه اورجن بوست شوف كيف البوست اللي ارسل ولا شيء ما طلع ولا شيء بس ارسل بيانات وضعه وبدأ فيه طيب كيف صار هالشيء؟ عندنا بطريقتين الجيت ما يتعب نفسه يرسلهم وين؟ مع العنوان يرسلهم مع العنوان فهذيك الصفحه راح تفهم تطور المعلومات بالعنوان طيب النوع الثاني لا النوع الثاني البوست اوكي اللي هو راح يرسلها مع طلب اشتكي او كل مره احط زر راح يسوي طلب يسوي سيرفر او طلب سيرفر ولما يسوي طلب سيرفر طلب سيرفر كان يحط البيانات داخل الطلب غالبا يعني ما يبين في العنوان لكن الجيت لا يستخدم في العنوان طيب هنا معلومات جدا سريعه ابنز ذا فورم داتا تو ذا يو ار ال النيم فاليوم فيس اوكي يمكن راح يدمج او يحط الفورم الداتا حق الفورم في اليو ار ال بحيث انه يكون عندك اسم قيمه اسم وقيمه واضح نيفر يوز جيت تو سنت سنسيتيف داتا اوكي ليش؟ ليش ما تسوي بيانات حساسه في الجيت؟ كنت تبين يعني لو ترسل باسورد ترسل بطاقة صراف ولا كذا تكون ايش؟ يبين فوق. زين هنا يقول لك the length of URL limited 2048 characters. طول العنوان طول لك محدود حدك 2048 حرف او رمز واضح؟ عندك ليمت هنا عندك ايش ليمت useful for form submission where a user want to bookmark the result هذه تفيدك كيف قلت تقول تقول طيب ليش ما نزيد على البوست لا يقول لك هنا في شيء حلو في الجيت مثلا هنا بحط دور على الرايات اوكي وطلعت لي الصفحه
هذه الصخرة تلاحظ خط مكتوب شباب. هل مكتوب آيات فوق؟ مكتوب صح؟ وكم معين مكتوب صح؟ إيه. هنا مثلا أشياء كثيرة مو بس كلمة واحدة مثلا بلاو. هذا بالجلد. ها؟ هذا بالجلد. إيه. شو الميزة؟ الميزة إنه تحفظ الصفحة يحفظ العنوان حقها. لما تشغلها تطلع نفس النتيجة مباشرة بدون ما تسوي بحث من جديد. كأنك حاطها مفضلة واضح؟ هذا مميزاتها. البوست لا ما تبدا صفحه البنك عندك صفحه البريد تقدر تحفظها تفتحها طول قبل ما تبدا دخولك لا فلازم تسجل دخول وتجي تعمل بيانات تسرها فالبوست ما يمديك تخزن الصفحه طيب جيت از جود فور نان سكيور داتا لايك كويري سترينج ان جو اوكي زي ما شفتم زايد لكن جيت مره ممتازه للمواقع الحساسه او التطبيقات الحساسه طيب البوست البوست ابرنس ذا فورم داتا انسايد ذا بادي اوف اتش تي تي بي ريكويست هو قلت لكم طلب الاتش تي تي بي هو يطلب الموقع يحط داخله الداتا بوست هاز نو سايز ليميتيشن ايش يعني؟ ما في ليميت للحركه بعض المرات تضطر تستخدم بوست بسبب ان عندك ليميت للحركه يعني هل ممكن ترسل بريد الكتروني في الجيت ولا البوست؟ البوست ليش بوست؟ لانه ممكن تكون مسار طويل اذا ما يتحملها الجيت فول سبمشن ويز بوست كانوت بي بوك ماركت يعني اذا كنت حفظها راح يعرف وين تسوي الريفريش لو سوي ريفريش ترسل البيانات من جديد طيب اوتو كومبليت اوتو كومبليت خاصيه من خواص تنحط في الفورم بحيث انه يبدا يتذكر المدخلات حقتك يتذكر المدخلات او يسال المستخدم هل تتذكر المدخلات عشان المره الجايه يكون بسرعه يحفظها او يعديها بسرعه تلاحظ بعض المرات لما تكتب اسم يبدا يقول لك يلا انا عارف الاسم تضغط عليه يعبي لك الفورم كله هذه بسبب الاوتو كومبليت نو ولا ديت هذه ما نحتاجها اصلا تشوفوا لا هنا قلنا ان هذا الحق الضروري لما تحصل نوع فاليديتس لما اخر واحد يتاكد انه هو حاط شيء ولا يحسبه بس فخاصيه ما شفناها باستخدام بشكل واضح طيب عرفنا الحين شباب الاتيبيوت الاربعه اللي عندي ايش سوى شباب الاكشن؟ ارسل النموذج الباث او وين راح تروح بالداتا صح؟ طيب التارجت طريق كيف راح يفتح الحين طيب عندك مثل اللي هو جيت او بوست كيف طريقه الارسال كيف طريقه الارسال جيت او بوست او تكمبليت خلي يعد او تخمين بشكل تلقائي طيب عندي هنا الاليمنت هنا الاليمنت الحين هنا الاليمنت اللي داخل الفورم الحين قاعد اتكلم عن الفورم اللي بدي داخل الفورم كل هذه الاليمنت اوكي اللي اذكرها او استخدمتها بشكل فعلي انبوت ليبل سيلكت تكست اريا بوتون بس اوبشن اوكي خلونا هذه اللي استخدمها فخلونا على الاشياء اللي احنا نستخدم فخلونا احد منكم الاشياء اللي نبيها تكست اريا
البوتن تير هو جيتر البوتن شنو دبل تي دبل تي قائمة المتدعى ليست اوكي كيف تبني تبني اول شيء تسميه سلكت اوكي سلكت راح يكون لها اي نيم عادي طبيعي برمجه بعدين راح يكون عندك داخل شو شباب داخله اوبشن 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 لا قيمتين لا فاليو راح ترسل ولا فاليو راح تبعض الفاليو راح تعرضه وين شباب تكون في وسط البيت تاجين بين التاجين بين التاجين والفاليو اللي في الاتربيوت هاي راح تمام 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 طيب طبعا كلها خيارات يعني تقول multiple select وايش visible value الاهم بشكل اساسي طيب text area text area هذا مو فيه الرسائل طويل كتابة رسائل او كتابة وصف طويل كتابة ليه شباب يدعم الانتر هنا يدعم الانتر كمسافة كتابة ايش كانت نص او بالي واحد بس واضح طبعا في شيء اسمه كول حد بعمل كول اللي هو كم صف كان عمود عمود او كم كلمه في العمود الواحد شنو هذا؟ كول الزر الزر طبعا الزر ما يشتغل لحاله يكون مع جافا سكريبت أول يكون صممت فيشتغل حاله. راح ناخذ لما ناخذ الجافا سكريبت راح نتكلم عن الكتب بشكل أكبر نتعامل معها خاصة أتربيوت الأوركليف. فيلد ستة محل داتا، داتا ستة محل داتا، أوركليف محل داتا. واضح شباب؟ واضح. طيب الحين راح ناخذ اللي أنا خبرته اللي هو الإيمونت. الإيمونت وهنا شباب جميع أنواع الإيمونت موجودة عندك بالشكل هذا. بعضها جربته بعضها جربته بعضها مضبوط. انت الجانب بس الاغلبيه مفهوم الاغلبيه مفهوم يعني تايب راح يكون تكست صح نص كيف شكله بالشكل هذا تمام طيب باسورد تميزه مخفي طبعا كل شيء كل شيء كان كده قبل ذا بيت تايب الباسورد عباره عن يحفظ لك او يخفي لك الباسورد تمام سبمت ارسال هذا زر الرسالة يحتاج بعدين إنك تحط واحد على الأرض عشان إيش تسوي رسالة ولا يأخذ قيمة خلاص بس تقول له نوعه صمت وتهين طبعاً الباري اللي هنا هي مكتوب على الزر يعني نشوف على الزر صمت تمام يتغير مثلاً تقول مثلاً مو صمت تقول له مثلاً رسالة رسالة أو تقول مثلاً سن جو مثلاً واضح أو لمبل أو تن أو أتن أو الليل بس هو في الأخير هو أصلاً صح ريسيت فايزة هذا بيكون عندك جدول عندك مثلا فورم على بيتا وضغط إلى الضغط حتى عرفه بالعربي عليه صح تعرف الوضع طبيعي سواء إذا كان في قيم راح تعرف قيم أو إذا كان قيم راح يفضل لك إياه بشكل كامل راديو تكلمنا عن ساعة صح؟ وقلنا في شرط مهم عند شنهم؟ لازم نيم شرط التشيك بوكس نفس الشيء هو لا لا مش عايز أحب هو اللي بيكون بالشكل هذا هو فكرة أنك تختار أكثر من أنت اختيار أوكي؟ التايب بوتن عبارة عن زر زي ما قلت لكم عشان تستخدم الرجعات تحت السكرين فأجزاء بعدين كلر
هذا كله يعطيك حافظ تقدر تختار الون لون هذا الشيء اللي في الاسبوع فايل تمام يعطيك اللون مباشرة هذا من ضمن متصفح طيب خلصنا الكلام بيت تاريخ شكرا واضح لما تختار أي تاريخ راح تكتبه مباشرة أو راح يرسمه بشكل تاريخ طيب بيت تعمل لوكر التاريخ بس على حسب والوقت على حسب نوع المتصفح عندك او حسب انت وين موجود الحين انا عندي وهو طلع لي اياه باللغه العربيه او الاسماء الشهر العربيه طيب ونفس الوقت اللي اي يوم مرت فيه والوقت اللي احنا فيه الان طيب ايميل هذا ايميل لو كتبت ايميل مثلا خليته فاضي شو يقول لك؟ عفوا فاضي يمشي لكن لو كتبت مثلا رقم خرابيط شو يقول لك؟ يقول وهذه عفوا متصفح اللي هو شيء طيب كيف تتجاوز المشكلة؟ لا تكتب ايميل صحيح لا تكتب ايميل صحيح دوت كوم طيب دوت كوم عشان يعطي في علامة تعجب بعد الآن واضح هذا يديك عمليه تقدر تستخدم كل حقل واحد المناسب فايل حقل رفع هذا نوع تستخدمه عشان كده تستخدمه من الكم حتى لما يكون داخل الفورم طيب هيدر بعض الأحيان يكون عندنا حقول مخفية نستخدمها احنا كمبرمجين مثلا مثال أنا قلت لك ملاك وقلت لك لو عندك مثلا اثنين فورم واحد حق مثلا نسخة مثلا العضوية الجولد الذهبية والعضوية السيلفر الفضية فأنت بتعرف أي واحد فيهم عبى مستخدم تمام وممكن تحط خلف حق المخفي خلي هيدن مخفي زي هذا وتحط له فاليو تحط له يا شباب فاليو مرة تحط فاليو جولد مرة تحط فاليو سيلفر في فورمين مختلفين فاحنا دائما نستخدم نخبي فيه بعض البيانات اللي فيها كمية الرسل أثناء ما يرسلها المستخدم واضح؟ نعم احنا نخبيه في فعلا هذا أشياء نخبيه مانث شهور اوكي شهر التاريخ يعني نسخه بالشهر نمبر ارقام يا جماعه ما راح ياخذ النصوص لا لا هذا ما انت ما راح ياخذ النصوص بالاضافه الى انه ايش راح يطلع لك اسف عندنا اتريبيوتس اسمه اوكي اسمه يا شباب نعم ماكس 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 هذا حد مثلا والله بيكتب لي العمر اوكي خلي العمر مفتوح بالالاف لا احد مثلا بيفضل صفر او واحد او مثلا 21 واحد مثلا كبير 21 وطالع هذا لو 21 الى 35 مثلا اي شيء فلو كان عندي حد معين تقريبا هذه الاشياء عندنا هنا المتبرمجين الماكس عندنا ديسيبل اوكي عندنا ريكواير هذه الاشياء تضيفها عندنا ريك اونلي هذه اشياء تنضاف مع الحقل فيبدا يعطيك بعض الخصائص مثلا هنا شو اعطاه هنا شباب؟ شنو هذا؟ هذا ماكس ماكس اعطاه ستيب كم؟ 10 ممكن تقول ستيب 10 لان كل مره يرفع يزيد 10 واضح شباب كل مره يزيد او ينقص هذا ستيب وانا عندي برضه شغلات اللي مثلا يهمني الكواير هذا يخلي ايش اجباري ما يخلي يسوي صمت لان يكتب اجباري بشوف حوالي يفهم طيب السيرش او عفوا الرينج اول الرينج هون طبعا شكل الشيء هذا طبعا هنا تحدد كم البداية كم النهاية صح؟
اللي هو يبدي يحارب السلايد بالشكل هذا. هذا النوع الواحد يمر تسهيل عملية الاتخاذ. سيرش سيرش هي ميزة واحدة فقط قريبة اللي هو يحفظ أو يستخدم يحفظ الكلمات تكتبها في الظاهر اللي طلع لك. شو هذا؟ الزر يلغي الكتابات واضح؟ هذا السيرش تيل تليفون لو راح يحفظ إلا رايو تليفون تايم وقت اختار وقت يورل رابط وخليك مرة ثانية بعدين بحط لي رابط الموقع اللي كنت منه ولا طبعا راح يحط الكلام عادي لازم ايش؟ يكون رابط لازم يكون ايش؟ رابط زي كذا week اسبوع في سنة اوكي اسبوع مرتبه حد اسبوع كامل واضح وتقول ايش الفايده ومطلق هذا لازم يستخدم الجراف الاسبوع هذه كل انواع الاتريبيوت عفوا تايب للانبوت هذه كلها تكتبها على ايش بقى انبوت هو هذا الجراف الفورم شفتوا هذه كلها شباب هذه كلها تكتب الانبوت في التاب واضح؟ هل نحفظها كلها بس يعني؟ تفهمها تختار شو عاد ترى وتضيع خلاص طيب في شغله بس طبعا يعتبر الانبوت الانبوت هو اشهر تاب يستخدم في تمام؟ الانبوت هو اشهر تاب يستخدم في الفورم ليش؟ لان فيها شكل تحولها بشكل انبوت اتريبيوت هذا تتكلم شو اسمه بعضها فاليو القيمه اللي راح تتصل اوكي بيت اون شو يصير شباب؟ يصير الحقل يقرا فقط ما تقدر تعدل يصير يقرا فقط ديسيبل يكون مو بس يقرا فقط يكون زي مظلل زي اضافي اوكي شو مثل كذا هذا يقرا فقط عادي ما يقدر يغير بس شكل عادي صح؟ هنا الديسيبل شو شكل كيف شباب؟ زي مقطع قوي زي اضافي اوكي؟ يعني نوع من انواع التغيير سايز هذا حجم الانبوت اوكي؟ لاحظ ان هنا السايز صغير اوكي؟ كم تعطينا السايز في 4 هنا السايز 4 اوكي؟ 50% وهذاك 50 السايز الاتريبيوت ماكسيم شو معناته شباب؟ أقصى طول أقصى طول فممكن تحط شيء من هنا أقصى طول كم؟ أربعة يعني بكم حرف؟ أربعة هذا كم أقصى طول؟ لكن الطول تحدد أقصى طول مثلا مثال عندك رسالة إلكتروني حدها 5000 حرف كم تكتب ماكس لينث؟ 5000 طيب المين والماكس تكلمت عنها صح؟ بعدين تحدد لك الأرقام كاملة داخل الأصل طبعاً ممكن تستخدم مع التاريخ أحط لك أسرع تاريخ وأقوى تاريخ أو ممكن تستخدم مع النمبر أرقام مطلوب ليش هولدر هذا الكتاب جدا مهم والمشهور ليش هولدر شباب الحين إحنا شو نسوي شباب بعض الأحيان تشوف ذكر تشوف يقول لك شو مستكتب تلميح واضح ومن هنا لا تلميح داخل فمن تكتب شو يصير شباب؟ يختفي من تحذف يرجع هذا شنو شباب؟ بليس هولدر من اشهر برضو الاتريبيوت المستخدمه ليش؟ دائما تشوفها شوف تحصل جوال يبين لك مثلا اسم او مش اسم ايش تكتب؟ العام حتى التواريخ بعضها يقول لك ابدا من يوم ريكواير تركت ريكواير بتطلب ضروري شوف احيانا يا جماعه على بعض الفورم بنزل هذا الفورم واضبط كذا ايش يقول لي؟ يقول لي لا عادي لو اكتب اي كلام راح يمشي واضح شباب؟ ستيب هذه حقت كم راح يمشي بالاسهم لما تحط ماكسيموم
اوتو فوكس مو مهمة. هاي تايم ويف دربناها بسرعة صح؟ اللي هو اللعب والطول تيست لا اوتو موبيل نفس اللي تكلمنا عنها ساعة اللي هو اللي تحط على حقل واحد طبعا ما تحط على الفور كامل تحط على انبوت واحد وهذا هي الاتريبيوتس حقت الانبوت بس تقريبا هذا هو اللي نتكلم عنها ترى هي المقالة نفس الكلام حاضر عبد الله كلو حاضر عبد الله سكور حاضر عبد الله جلال موجود جلال موجود عبد الوجيد بذل عبد المحسن الصبي موجود عبد المحسن الصيوس عبد الملك العديد موجود طالح الدوسري حاضر مبارك مبارك حاضر محمد السعيد حاضر محمد ميثر حاضر محمد الدوسري موجود محمد الشيخ محمد الحافل حافل موجود نايف السويعي موجود نايف السحري حافل هشام حافل هاشم انت مين؟ هاشم باقي احنا مجموعة ثانية شباب؟ مجموعة ثانية شباب